اليوم كانت ورشة لفائدة تقريبا 30 شاب وشابة حول الإعداد القبلي للتظاهرات السياحية أو لتتمين التظاهرات السياحية بمركز التكوينات ابن زهر بتيزنيت، فعلا في إطار برنامج ديال المدعم من طرف مؤسسة فرنسا وهجرة وتنمية من تنظيم جمعية أمود للنماء بسيدي بونوار. فعلا هذا البرنامج انطلق اليوم، وكذلك انطلقت مجموعة من فعاليات في إطار تكوينات لفائدة الشباب في إطار تنظيم التظاهرات. وشرفنا نحن كالحسن بومهدي عضو المجلس الإقليمي للتنمية السياحية وكذلك مدير مركز أتيك للدراسات والإعلام وصاحب مكتب دراسات كاجيسكو، هذا التكوين الذي كان بمثابة انطلاقة لمعرفة أشن هي الوسائل والآليات والإمكانيات المتاحة لدى المؤسسات وكذلك الشباب من أجل تنظيم التظاهرات، وخاصة التي تؤثر بشكل إيجابي على المستوى السياحي ولها وقع على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وكذلك على المستوى البيئي بمنطقة تيزنيت. فعلا هذه الدورة التكوينية اللي فيها الشباب والشابات اللي عندهم رغبة في التكوين كانت بمثابة مناسبة للتعريف بهذه التظاهرات كواجهة من واجهات الترويج السياحي وكذلك التسويق الترابي لمنطقة تيزنيت ولكل الفعاليات المتواجدة بالإقليم، وخاصة المهنيين المرتبطين بالقطاع السياحة وكذلك الصناعات المحلية التقليدية، ولا ننسى المجال التراثي وخاصة الموروث الثقافي المادي والغير المادي بمنطقة تيزنيت. إذن نتمنى أن نكون في مستوى هذه تطلعات هذا الشباب وخاصة على مستوى التكوين من أجل خلق ديناميكية جديدة وكذلك من أجل خلق أطر مستقبلا للإشراف على تظاهرات فنية وسياحية مستقبلا بالإقليم وإمكانيات تمويلها من طرف مؤسسات عمومية والقطاع الخاص، وتحية للجميع.